هذا يدعي أن الخوارج عندهم في تونس يوافقون أهل السنة في الحكم على أنه طاغوت على الحاكم، حتى وإن قلنا أنه ليس بكافر، لأنه ليس كل طاغوت كافر، فإنه تجاوز حده في الحكم بغير ما أنزل الله. كذابين، أهل السنة لا يوافقون الخوارج في أحكامهم، وكونه يتفقون هم، ما هو نحن نتفق معهم، إن وافقونهم في بعض الأحكام لا يعني أنهم على السنة، وليس يعني هذا أننا معهم أبدا، إننا براءه منهم ومن مناهجهم بارك الله فيكم. نعم، على كل حال حتى نحن معهم في خلاف في كونه كافرا أو طاغوتا حتى.